نرحب بسيادة العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر اللي بنعتبره هو الجيش الوحيد اللي بيمثل شعبنا السوري. سيادة العقيد، شو رسالتك لأخوتك المغتربين بأمريكا وبقية دول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترحم على أرواح الشهداء ونقول لأخوتنا في أمريكا، يجب أن تعرفوا ماذا يجري في الشارع السوري ومدى انتهاك هذا النظام للدم السوري. اليوم سوريا تتعرض لأكبر هجم شرسي من قبل النظام المجرم في إبادة شعبه. القرى والمدن السورية محاصرة وتقصف بالمدافع والدبابات ورجمات الصواريخ. نتمنى من الجالي في أمريكا وأخوتنا في أمريكا أن يكون سفراء الشعب السوري الحقيقيين بالنسبة لأمريكا. نطلب منهم أن يوعوا أو ينقلوا الصورة الحقيقية ماذا يشري بالشارع السوري إلى الشعب الأمريكي، لأن نحن نعتبر حالنا جزء من شعوب العالم، ويجب أن تفهم شعوب العالم ماذا يجري في سوريا حتى تقف إلى جانبنا، لأنه في بعض الدول استغلت هذا النظام المجرم وقفت إلى جانبه، فنحن بحاجة إلى دول أيضا أن تقف إلى جانبنا، إلى جانب هذا الشعب المظلوم لتخلصه من القتل ومن التدمير ومن ظلم هذا النظام. نتمنى منه أخوتنا في أمريكا أن يساعدوا الشعب السوري. الشعب السوري يحتاج إلى مساعدات كثيرة إنسانية وغير إنسانية. هو معول كثير على المغتربين السوريين الموجودين في خارج القطر السوري، ومعتبرون هني أهله، ومعتبرون هني الدعم الأساسي له، لأنه فعلا هني الثقل الأساسي اللي هني الداعمين للثورة السورية، لأنه بوجودهم بحكم وجودهم في أمريكا أو في دول أوروبا هني السفراء الحقيقيين لهذا الشعب. ونتمنى منهم يقدموا المساعدة بكافة الوسائل المتاحة واللي بيحسنوا هني يقدموا للشعب السوري. سيادة العقيد، نحن طبعا بعد ما كل القرارات اللي صدرت أو إجهاض القرارات بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن، نحن الآن وصلنا إلى قناعة كسوريين أنه يعني بعد الله سبحانه وتعالى ليس أمامنا سوى يعني الحل العسكري. نحن الآن كسوريين كيف ممكن نساعد الجيش الحر كجيش رديف للثورة السلمية؟ كيف احنا كسوريين موجودين بأمريكا ممكن نساعدكم؟ نحن نتمنى من اخوتنا اللي عايشين خارج سوريا، نحن عشنا في سوريا ونعرف مدى ظلم هذا النظام ومدى شرسته. وبالنسبة لهذا النظام ازالته من الحكم هو وجود او عدم وجود، ولذلك هذا لا يفهم الا بلغة الخوي. اللي عايش في سوريا يفهم ذلك، لان هذا النظام عاش 40 سنة على الدم السوري وعلى الظلم والاستبداد والقهر. فنتمنى من اخوتنا ان يقدموا لنا الدعم اللازم لحتى نكون قادرين على تخليص هذا المجتمع وهذا الشعب من هذه الطغمة الحاكمة التي تظلم الشعب السوري. الدعم نحن نتمنى ان يقدموا لنا دعم سياسي بداية حقيقة تجاه الشعب الامريكي، وثانيا يقدموا لنا الدعم المادي لحتى نحن نكون قادرين على مساعدة هذا الشعب وتنظيم انفسنا بشكل كامل، وقادرين على تقديم المساعدة الكاملة، لانه اي منظمة او اي جيش او اي مؤسسة تحتاج الى دعم لحتى تكون قادرة على الاستمرار وتحقيق الهدف المطلوب اللي هي بتسعى له وهو اسقاط النظام. نعم. الان في عنا بامريكا بعض الشباب المتحمس انه ينزل ويقاتل جنب الى جنب، بس طبعا معلوماتنا واللي احنا بنعرفه انه يعني انتم الطاقة البشرية مغطينها، يعني فهل تنصح انه هالشباب اللي متحمس من الخارج ينزل حاليا في المرحلة الحالية، ام انه لو ساعد ماليا هذا يغنيه عن النزول؟ يا اخي الحماس، نحن نقدر حماس الشباب وحماس الشعب السوري، ولكن الحماس لوحده لا يكفي، حقيقة لا يكفي. نحن لدينا رجال على الارض، وفي كثير شباب
قادرين على حمل السلاح وقادرين على حماية الثورة حقيقة وتقديم كل ما يملكون، ولكن الإمكانيات ضعيفة، ونحن ما بنريد نزل شبابنا في معركة يكون غير متكافئة، ونحن ما نحتاج نأمن له الحماية حتى لأنفسهم. فهالشباب المتحمس بنتمنى أنه يقدموا لنا الدعم المالي، وكثر خيره، لأنه هن الدعم المالي في ناس كثير منتظرة في الداخل وجاهزين للمعركة، ونحن إذا بدنا نجي الشباب وما لنا حسنانين نحن نأمنهم في الأمور اللي هن بدهم يحموا فيها، فنحن بيكونوا هن خسرانين نحن خسرانين. ولذلك إذا بيقدموا لنا الدعم المالي بيكون هي أكبر مساعدة يقدموها للشعب السوري، وأكبر يعني، وبيساعدوا على تحقيق مصر. بنهاية هاللقاء باسم منظمة السوريين الأمريكيين للديمقراطية نتشكرك كثير، وأقل ما يمكن قوله الله محيي الجيش الحر. شكرا لكم، ونحن بنحييكم تحية أخرى، ونحن بنعتبركم أهلنا لأنه أنتم الرديف الأساسي، وبأكد على أنه أنتم السفراء الحقيقيين للشعب السوري، وحتى نتمنى منكم تكونوا جادين بالسعي أكثر وأكثر 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 في المجتمع الأمريكي حتى إيصال صوت الشعب السوري المظلوم المقهور لأمريكا والدول الأخرى. الله محييكم.